بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يشرفنا اليوم وجود الدكتور عاطف منصور محمد رمضان، استاذ الاثار والمسلوكات الاسلاميه، عميد كليه الاثار بجامعه الفيوم بالجمهوريه المصريه او جمهوريه مصر العربيه، ووجوده ووجوده معنا في معنا اليوم داخل هيئة هيئه الشارقة الشارقه للآثار للاثار التي التي يسعدها وجود العلماء وجميع من لهم كتابات كتابات ولهم ولهم دور في الأمة العربية، وخاصة بما يتعلق بالآثار والتراث الإسلامي قطبة. أقدم الدكتور، وأنا سعيد جدا، واحد يعني تلاميذه، ونتمنى أن نكون يعني من التلاميذ اللي في المستقبل يتميزون. الله يخليك دكتور. فيسعدني أن أقدم دكتوري الفاضل، دكتور أستاذ الدكتور عاطف منصور، من مواليد محافظة المنوفية سنة 1970، في كلية الآثار في جامعة الفيوم منذ عام 2011 وحتى الآن، خبير المسبوكات الدولي، حاصل على ليسانس الآثار في كلية الآثار جامعة الشارقة جامعة القاهرة. يشرفني طبعا، يشرفني. 1992 أعتذر لك دكتور، لا يشرفني. حاصل على ماجستير في المسبوكات الإسلامية في كلية الآثار جامعة القاهرة مارس 1996، وحصل على دكتوراه من المسبوكات الإسلامية في كلية الآثار جامعة القاهرة في سبتمبر 1998. كتب 15 مؤلفا، والآن احنا ممكن نقول 16 مؤلف في المسبوكات الإسلامية باللغتين العربية والإنجليزية. كتب أكثر من 100 بحث في المسبوكات الإسلامية باللغة العربية وعدة لغات أجنبية. سافر إلى مركز المسبوكات الإسلامية فينت في جامعة توبنغن بألمانيا كأول باحث من العالم العربي ومن خارج أوروبا يشارك في المشروع الدولي لعمل سلسلة من الكتالوجات من النقود عن النقود الإسلامية المحفوظة بمركز فينت. شارك في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل في جمهورية مصر والعديد من الدول العربية والأوروبية. ألقى الكثير من المحاضرات عن المسبوكات الإسلامية في مصر والعديد من الدول العربية والأوروبية. قام بمناقشة والإشراف على أكثر من 100 رسالة ماجستير ودكتوراه في المسبوكات والآثار الإسلامية. دكتورنا الفاضل أستاذنا الدكتور عاطف حائز على جوائز النشر العلمي الدولي من جامعة الفيوم منذ عام 2012 حتى عام 2020. حائز على جائزة التفوق العلمي من اتحاد الآثاريين العرب في عام 2012 في المملكة المغربية. حائز على جائزة الاتحاد العام للآثاريين العرب للجدارة العلمية لعام 2018. حائز على جائزة الدولة المصرية في التفوق العلمي فرع العلوم الاجتماعية لعام 2019. نال العديد من شهادات التقدير وخطابات الشكر، وتم تكريمه في العديد من الدول العربية مثل دولة الإمارات والمملكة السعودية وسلطنة عمان والمملكة الأردنية ودولة الكويت والمملكة المغربية والجزائر والجمهورية الليبية، وكذلك الدول الأوروبية مثل إيطاليا وروسيا وألمانيا وفرنسا. وهناك وحاز أيضا على الكثير من الجوائز العلمية في المناسبات العلمية. دكتورنا الفاضل، يعني لما أجلس معه يعني أستفيد من علم الكثير الكثير، والجميع أيضا من يجلس معه مع دكتورنا الأستاذ الدكتور عاطف يجد أن ما تعلمه ينقصه الكثير ليتعلمه بعد أن يقوم بمناقشات مع دكتورنا الفاضل. أقدم دكتورنا وأتمنى
يعني أن تكون هيئة الشرق الآخر قد قدمت جزء البسيط لدكتورنا الفاضل، وأن أيضاً أن يكون جمهورنا معنا على الزوم اللي حاضرين معنا يتواجدون معنا. يعني أنا أتمنى أنهم يعني إذا كانت هناك أسئلة يختصرونها، لأن في عندنا هناك أسئلة راح تكون في داخل الفائل. دكتورنا الفاضل لك المحاضرة وكنا للسماع. شكرا أبو خالد، شكرا أبو خالد. بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في العالمين. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، يرفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. صلاة وسلاما على سيدنا محمد صاحب وخاتم النبيين والرسالات، ورضي الله عن صحابته الأبرار الأطهار ذوي الفضل والكرامات. ثم أما بعد، في البداية أوجه لهيئة الشارقة للأثار بكل الشكر والتقدير على هذه الدعوة الكريمة للتواجد في دولة الإمارات العربية الشقيقة احتفالاً بمرور 50 عام على تأسيس للدولة وتأسيس الاتحاد. والشكر موصول لسمو الشيخ سلطان الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، يعني أعزه الله وأكرمه، على رعايته الكاملة لكل من يعمل في مجال الآثار والتراث والثقافة، وحفظه الله ورعاه. حقيقة أن دولة الإمارات العربية لها باع طويل في مجال الآثار والحفائر والتنقيبات الأثرية، ربما يعود إلى 50 من القرن الماضي. وبصفة خاصة ونحن هنا في عاصمة الثقافة والآثار والتراث شارقة النور، التي ضربت بأسهم كبيرة في مجال الآثار والتراث والثقافة، بحيث أصبحت منارة من المنارات العلمية ليس في العالم العربي وحده، ولكن في العالم الإسلامي وفي العالم أجمع، بما تقدمه من خدمات جليلة للعلماء والباحثين والمثقفين. وأتقدم بخالص التهنئة لهنا لأسرة هيئة الشارقة للآثار برئاسة الدكتور الفاضل والعالم الجليل الأستاذ دكتور صباح بن عبود الجاسم، وأخي وصديقي العزيز والفاضل المحترم أبو خالد الأستاذ عيسى يوسف المحترم، وكل الأسرة هنا حقيقة على الاكتشافات الأثرية المتوالية التي يعني قامت بها هيئة الشارقة للأثار ربما في 30 عاما الأخيرة أو 40 عاما الأخيرة، وبصفة خاصة التي ازدادت حسنا وجمالا وتألقا في السنوات الثلاث الأخيرة أيضا بهذه الاكتشافات التي يعني أشرف بمتابعتها بشكل دقيق، لأنها قد تغير من الخريطة التاريخية والأثرية ليس للشارقة وحدها ولكن لدولة الإمارات ولمنطقة الخليج العربي بأسره، لما قدمته هذه الاكتشافات الأثرية من قيمة تاريخية وحضارية كبيرة تلقي بظلالها على إعادة تاريخ المنطقة بكاملها. أشكر كل الحضور الموجودين معنا النهاردة سواء في القاعة من السادة العلماء الأجلاء الأفاضل، يعني أخص بالذكر يعني صديقنا العزيز المحترم الفاضل أبو محمد أستاذ عبد الله بن جاسم المطيري، الصديق العزيز ويعني الباحث المتميز ويعني من أكبر هواة جمع المسكوكات في الخليج العربي، ويعني صاحب فضل عظيم على كل الباحثين في هذا المجال، أخي وصديقي العزيز الأستاذ يحيى جعفر على تشريفه، وإخواتي وأصدقائي الموجودين هنا من الهيئة الأستاذ بهاء والأستاذ ماجد وكل الزملاء اللي قاموا على إعداد هذه المحاضرة. برحب طبعاً بكل الضيوف الأعزاء المتواجدين معنا على المنصة سواء من دولة الإمارات العربية أو من جموع العالم العربي، ودائماً ما نلتقي على هذه المنصة الثقافية الجميلة لهيئة الشارقة للآثار، والتي يعني قامت بمعالجة أزمة كورونا يعني كأفضل ما تكون المعالجة من خلال فتح منصة إلكترونية أسبوعية كانت يعني بنعتبرها منارة للثقافة والعلوم عبر وسائل البرنامج زوم. يعني حقيقة من المتابعين لكل أسبوع محاضرة جميلة ومفيدة في مختلف فروع الآثار، فأنا بشكر هيئة الشارقة للآثار على قدرتها على التغلب على أزمة كورونا، امتداد يعني
الرافد الثقافي للهيئة في ظل هذه الأزمة الكبيرة. أعود لمحاضرتنا اليوم والموضوع الذي نتحدث فيه، وعنوان المحاضرة عن دور اللقاء الأثرية والمصادر في إعادة تأريخ أو دراسة المواقع الأثرية تطبيقاً على قصر المعشوق بمدينة سرة مندراء، أو اختياره كنموذج لهذا الأمر. ربما الباحثين في مجال الآثار وغيرهم ينظرون إلى الآثار والتعامل معها لأنها أثر، وهي نظرة بات علينا أن نغيرها، ويجب علينا أن نغير هذا الأمر بشكل كبير، لأن الأثر حينما أنشئ لم يكن المقصود أبداً أن يكون أثراً، ولكن هو أنشئ لأداء وظيفة معينة، إما حددها المنشئ وصاحب الأثر اللي احنا بنسميه صاحب الأثر أو صاحب المبنى أو صاحب التحفة اللي احنا بنسميها، فلها وظيفة أنشأت من أجلها، أو أن الدولة التي أنشأتها أو أسستها كان لها هدف وغرض وظيفي، ولم يكن المقصود أبداً أن تكون أثراً يزار اليوم أو يعد مورداً تراثياً أو أثرياً. وبالتالي إسقاط ثقافة العصر الذي نعيش فيه على هذا الأثر أمر يبعد عن الحقيقة تماماً، ويأخذنا في اتجاه مخالف تماماً لدراسة الآثار، لأن النظرة إلى الآثار على أنها أثر الاستفادة منه كمورد سياحي أو كمورد أثري هي نظرة قاصرة أو نظرة اقتصادية ينظر إليها الاقتصاديون بشكل رئيسي. لكن الباحث في التاريخ والباحث في الآثار لابد أن ينظر إلى الآثر على أنه قيمة ونتاج حضاري، أنتجته حضاري الدولة معينة. لابد أن نقوم بدراسة هذا المبنى أو هذا الأثر أو هذه التحفة التي بين أيدينا وفقاً لثقافة العصر الذي أنشئ فيه. فلدينا عناصر رئيسية يجب النظر إليها: الأثر أو المبنى الذي نقوم بدراسته، ثم ثقافة العصر الذي أنشئ فيه. وثقافة العصر تأتي من خلال دراستنا للمصادر المعاصرة، سواء كانت مصادر ما يحلو لي أن نسميها مصادر تراثية، لأنها بتجمع ما بين المصادر التاريخية والمصادر الجغرافية والمصادر الأدبية والفقهية وغيرها. الثقافة في مفهومها البسيط زي ما احنا بنتكلم هي الدين والأخلاق والعادات والتقاليد والملابس والأزياء وغيرها، كل هذه الأمور هي التي تعبر عن ثقافة شعب ما من الشعوب. لما أجي أدرس أثر في العصر العباسي أو في العصر الأموي أو في العصر الفاطمي، لابد علي أن أعود إلى ثقافة هذه الدول التي أنشأت هذا الأثر من أجل فهم الحقيقة التي أدت إلى إنشاء هذا الأثر والوظيفة التي أنشأ من أجلها، وأدرس التخطيط بتاعه والزخارف التي ألحقت عليه أو التي زينت به، كل هذا في ظل مفهوم الدولة. لكن أنا أخذ المفهوم المعاصر اللي أنا عايش به ثم أقوم بإسقاط هذا المفهوم على هذا الأثر، هذا الأمر يجعلنا ننحرف تماماً عن الأصول الحقيقية لدراسة الأثر. الأثار اللي احنا بندرسها هي تمثل قصة لتاريخ دولة من الدول أو شعب من الشعوب أو أمة من الأمم. هذه القصة لابد من دراستها من خلال المصادر التراثية المعاصرة. لا يمكن أبداً أن نعتمد على دراسة الأثر بمعزل عن البيئة الثقافية الذي أنشئ فيها، ولا يمكن أبداً أن أدرس التاريخ بمعزل عن الأثر. ولا زال الصراع ما بين الأثاريين والمؤرخين قائماً، كل يعتز بموقفه على أنه هو الأصل في دراسة التاريخ والحضارة، وهذه النظرة بين الجهتين يجعلنا نخسر الكثير في دراسة التاريخ والحضارة بشكل متكامل. فعلم الآثار وعلم التاريخ هي علوم متكاملة تتكامل مع بعضها البعض من أجل أن تجسد حقيقة واحدة، هي كيف ندرس تراث الأجداد وتراث الآباء بشكل يعكس التاريخ الحقيقي والثقافة الحقيقية لهذه الأسر. مش عايز أطيل في هذه المقدمة، عايز أخش على تطبيق النموذج الفعلي مباشرة، لأن التطبيق على النموذج بيكون أكثر وضوحاً لكل المتابعين. يمكن ربما الصديق العزيز أو أختنا العزيزة اللي ساعدني في عرض الشرائح، عندنا أول 5 شرائح بتكلم عن هذه القصة، زي نتعامل مع الأثر ليس كأثر وله نتاج حضارة. نتاج حضارة، فكلها بتعالج ديت وتعالج الثقافة
بتاعت الدوله اللي انشات هذا الاثر والمصادر التراثيه والتاريخيه والجغرافيه والادبيه اللي اتكلمت عن هذا الامر. وبالتالي النهارده قصر المعشوق اللي احنا بنطبق عليه النهارده هو قصر موجود في مدينه سره من رأى. مش عايز احرق الكلام اللي انا اقوله عشان نخلينا نبدا من الخريطه. الخريطه اعتقد في الشريحه الخامسه او السادسه. احنا قدامنا الخريطه بتاعه سره من رأى ومحدد فيها قصر المعشوق. هنلاقي نهر الدجله في الوسط، على يمين نهر دجله من الجهه الغربيه مدينه سره من رأى، وكل المنشآت المعمارية لمدينة سرة المدينة متكاملة في الجهة الغربية في الجهة عفوا الجهة الشرقية من نهر دجلة. وفي الجهة الغربية فقط قصر المعشوق. يبقى لابد أن هذا الأمر يدعو للتساؤل، لماذا أنشأ قصر المعشوق في هذا المكان؟ التساؤل ده الهنة الجغرافي الكبير والأديب الكبير ياقوت الحمل في حينما عرض لموقع قصر المعشوق وقال إن هو مكان أو قصر يوجد في وسط البرية لا بنيان ولا عمارة حوله، وتعجب من إن هذا القصر موجود في هذا المكان في وسط البرية بدون أي مبرر من وجهة نظر ياقوت الحمل، لأن كل عمران سمراء في المنطقة الشرقية من سرة من رأى. طيب إحنا كأثريين مش نسأل نفسنا هذا السؤال؟ طيب احنا كمؤرخين مش بنسال نفسنا هذا السؤال؟ طب هو ليه الخليفه المعتمد على الله انشا هذا القصر في هذا المكان؟ كل الباحثين السابقين لم يجدوا اجابه واضحه، وكل الاثريين سواء العرب او الاجانب اللي اشتغلوا منهم وكلهم علماء افاضل واساتذه اجلاء، حتى اخر من كتب في هذا الامر البروفيسور نورتج في كتب اللي طبعت في 2008 وكان قام بحفائر لمده 15 سنه في قصر المعشوق في سرة من رأى ونشر الدراسات بتاعته في سلاسل مجلدات، لم يستطع تفسير لماذا أنشئ هذا القصر في هذا المكان. من هنا لابد أن احنا نضع كل الخطوط قدامنا لما نيجي ندرس أثر أو موقع زي هذا الموقع، لابد أن نحط كل المعلومات الموجودة قدامي بجوار بعضها عشان أقدر أخرج بنتيجة من كل المواد اللي موجودة قدامي، اللقى الأثرية والمكتشفات، المصادر التراثية، موقع الأثر نفسه، بيئة الأثر نفسه، كل هذه الأمور لابد أن أضعها أمامي. يعني النهاردة أنا لو سألت سؤال دلوقتي لأحد الحاضرين، هو ليه المبنى اتبنى هنا بهذا الشكل؟ ليه القصر اتبنى هنا كده؟ كلنا هنقول اقتراحات. هذه الاقتراحات ليست مبنية على حقيقة علمية وليس هناك ما يؤيدها، لكن كل واحد فينا قد سيدلي بدلو او يقترح اقتراح، والله الخليفه كان يعني ما اعرفش عايز ايه، الخليفه كان كذا كان كذا، لكن دون ان يبنى هذا الامر على حقيقه ايه؟ علمي. طيب لو احنا شفنا بعد هي خريطه السمراء عندنا خريطه الروبسه. واحد يقول يعني هو الدكتور عاطف خلاص يعني جايب لي من سمراء ومدينه الروبسه، ايه الربط ما بين الروبسه وما بين سمراء؟ طيب هنشوف خريطه الروبسه في بديه نجد في المملكه العربيه السعوديه، ومن بعدين نبص عليها بعد كده لما اجي اتكلم واشرح. بس نخلي بالنا انا جبت سمراء وجبت موقع قصر المعشوق اللي في الجهه الغربيه من سمراء لوحده، مفيش اي مبنى حواليه خالص، في وسط البريه مفيش اي مباني، في منطقه صحراويه، ومن بعدين الروبزه في المملكه العربيه السعوديه في بديتنا، ومن بعدين بعد كده هنشوف صور لقصر المعشوق موجوده عندنا ثلاث صور، انه ليس بمثابه قصر ولكنه كانه حصن. طبعا وجوده كحصن بقى من الناحيه المعماريه والاسوار بتاعته كحصن لان موجود في منطقه ما فيهاش عمران حواليه، وبالتالي لابد ان المنشئ يامن المكان اللي موجود بابراج دفاعيه وباسوار كبيره ضخمه كانها ايه كانه حصن حربي بيبيه. طيب شفنا مجموعه الصور، انا مش هجيب دلوقتي خلاص مش هقول اي اجابه خلاص ليه اتبنى القصر هنا، عشان نشوف ازاي اللقى الاثريه والمصادر التراثيه لما بجمعها مع بعضها ومصادر جغرافية وحط كل دول على بعيدة الدراسة بالنسبة لي هتديني نتيجة اللي أنا مستغرب عنها والياقوت الحمو تعجب منها وكتير جدا من الجغرافيين تعجبوا منها. مدينة سرة من رأى طبعا هي العاصمة للخلافة العباسية في عصرها الثاني. طبعا العصر العباسي الأول بينتهي بوفاة الخليفة المأمون سنة 218. طبعا ده مغاير للجماعة المؤرخين بيسموا العصر العباسي البعض بينهيه ب 227 بوفاة المعتصم، والبعض بينهيه ب 232 بوفاة الوثق. لكن احنا من خلال دراستنا للتاريخ الاسلامي كله، دراستنا للاثار والمسكوكات،
اتضح ان بدايه المعتصم 218 هو بدايه العصر العباسي الثاني، وواضح انه اسس عاصمه جديده وبناها وجاب الاتراك وعمل يعني وضع جديد للخلافه العباسيه، اختلف تماما عن وضع الخلافه العباسيه في العصر الاول. وبالتالي احنا شخصيا وكلمنا في الكلام ده من اكثر من 20 سنه، جعلنا ان بدايه العصر العباسي الثاني هو بدايه الخليفه المعتصم في سنه 218. اسس المعتصم مدينه سوره منرأة، وكانت قريه قديمه، وجعلها عاصمه للخلافه العباسيه او العاصمه الملكيه للخلافه العباسيه. الخليفه المعتصم هو بيسموه الخليفه السماني، لان كل حاجه عنده 8 في 8 كلها كده. هو الخليفه الثامن، قعد 8 سنين، ما اعرفش ايه 8 فبيسموه الخليفه السماني. وهو من الخلفاء العظام في تاريخ الخلافه العباسيه حقيقي. وتاسيسه لهذه المدينه كان بيتفق مع الاطار العام لثقافه الدوله العباسيه الجديده. في العصر العباسي الاول كانت فكره الخلافه العباسيه والدوله المقدسه اللي كانت جايه تملا الدنيا عدلا، وبعد ان ملا الظلم نجورا في عهد الخلافه الامويه، والخلفاء العباسيين كانوا بيعتقدوا نفسهم ان هم يعني ذوي قداسه واطفوها على كل الناس. فكانت الدوله العباسيه في الفتره الاولى كان لها صفات خاصه، صفه الدوله المقدسه. لكن مع بدايه المعتصم بدات الخلافه العباسيه في مراحل من الطرف والبزخ وتغير الثقافه تماما، وده واضح من خلال حتى اسم المدينه اللي غيروها الى سره منرأة، لتعبر عن هذه الفخامه وهذا الجمال اللي قام الخليفه المعتصم بانشائها، وانشا القصر الجوس الخاقاني ليكون مقرا للحكم. واستمرت سره منرأة هي عاصمه للخلافه العباسيه على مدار 7 من الخلفاء، كان اخرهم الخليفه المعتمد على الله اللي توفي سنه 279 هجريه، يعني حوالي تقريبا 50 سنه او يعني 58 سنه كانت سره منرأة عاصمه الخلافه العباسيه. عمران سمراء أضيف إليه الكثير بعد الخليفة المعتصم، وأنشئت فيه العديد من القصور، ومنها قصر الجعفري والمدينة المتوكلية الأساسية الخليفة المتوكل على الله، وأضيفت عليها العديد من الإضافات المعمارية. لو رجعنا لقصر المعشوق، هو قصر أسسه الخليفة المعتمد على الله العباسي في الجانب الغربي من سمراء. هنتكلم على الآلة الجغرافية، لازلت لحد النهاردة ولحد دلوقتي بتكلم في جزئية. أقدم جغرافي أشار إلى قصر المعشوق أو أقدم مؤرخ هو اليعقوبي، طبعا كان وفاته 282 هجرية، طبعا يعني كان معاصر تماما للحدث لأن وفاة الخليفة المعتمد كان 279. اليعقوبي متوفي سنة 282 هجرية، فكان معاصر وقال إن الخليفة المعتمد بنى القصر سماه الإيه؟ المعشوق. يبقى اليعقوبي حدد لنا الاسم بدقة إن هو المعشوق، إن في بعض الناس بعد كده بعضهم قال إنه العاشر. لكن اليعقوبي قال عليه ان هو القصر المعشوق، وبينه وبين القصر يعني السنوات محدوده. طيب بعدهم الشاعر البحتوبي اللي توفى 284 القصيده امتدع فيها الخليفه المعتمد واشار ان هو قال القصر سماه المعشوق. احنا في الشرائح اللي بعد كده ماشي معانا الشرائح ولا اوكي؟ طيب. وبعدين ابن مسكوي في 421 هجريه قال ان معز الدولة الويهي حب يبني القصر الجديد، فيعني نقد القصور العباسية وكان ضمنهم قصر معشوق اللي خد منه هذه بعض الأبواب أو بعض التحف نقلها. الجوزي المتوفي في سنة 597 هجرية، ابن كبير زار المكان بعد كده في القرن السادس ولقى أن المكان قد خرب. ونفس الحكايه يقوت الحمو اشار ان هو قصر غريب موجود في وسط البريه وان بيسكنه قوم من الفلاحين، والكلام ده اكده ايضا ابن بطوطه. يبقى القصر ده خرب في بعد انتقال الخليفه المعتمد على سنه 279 هجريه الى العاصمه من جديد 278 قبل ما يتوفى بسنه، راح مدينه السلام مره ثانيه من جديد وساب سوره مراه، فخرب السامراه وخرب ايضا قصر الايه؟ المعشوق. المؤرخين المحدثين والباحثين المحدثين في مجال الاثار حاولوا وهما بيدرسوا قصر المعشوق يحددوا تاريخ لبناء القصر. تحديد تاريخ لبناء القصر كان بيتم من خلال الروايات اللي جت في المصادر التاريخيه المختلفه. لم تتفق المصادر التاريخيه على روايه لبدايه بناء قصر المعشوق، ولم تتفق ايضا على روايه لنهايه البناء او الفراغ من البناء وانتقال الخليفه المعتمد عليه. بعض المحدثين قال ان بدايه تاريخ قصر المعشوق 263 هجريه، وده يمكن يعني الدكتور احمد فكري العباس فاضل العراقي قالوا ان 263 لان كانت بدايه الخلاف ما بين الخليفه المعتمد واخوه الموفق بالله، فهو راح بني القصر ده عشان يخلص من الايه؟
المشاكل بتاعته مع الموفق طلحه، لان الموفق طلحه اخو الخليفه العباسي كان بيعتبر الرجل الاول في الخلافه العباسيه وصاحب النفوذ والقوه في الدوله العباسيه، والمعتمد كان متراجع دوره، وبالتالي كان في خلافات كبيره بسبب السيطره الكبيره للموفق. هو قال لك ان انا يعني عايز يعتزل الدنيا بحالها، فبنى قصر مكشوف وبيعتزل فيه. كريزويل المستشرق الاجنبي والاستاذ الكبير في العماره الاسلاميه قال ده 264، وبرضه بيعتمد على هذا الفتره من الخلافه. تاريخ الانتهاء من القصر، البعض قال 268 والبعض قال 269 والبعض قال 275، اتفاقا مع الروايات التاريخيه الايه المختلفه. خلاص انا مش عايز اخوض في الخلاف الكبير ما بين الباحثين، لان خلاص اتضح دلوقتي ان احنا عندنا خلاف ما بين الباحثين المحدثين وما بين المؤرخين كمان، في ان امتى اتبنى قصر معشوق، وهل هو المعشوق ولا العاشق، ولا هو العاشق والمعشوق، ولا هو اتبنى 263 ولا 264 ولا خلص 269 ولا 275. هذه الخلافات موجوده. نروح للجزئين المهمين اللي احنا بنقول لازم نضعهم امامنا عشان نفسر الاشكاليات الكبيره اللي موجوده عند الباحثين، واللي كتير جدا من الباحثين احيانا بتبقى موجوده قدامهم لكن ما بيحاولوش يستفيدوا بيها ويستثمروها ويضعوها نصب عينهم. اول حاجه اللغه الاثريه. اللغه الاثريه عندنا يعني بتختلف ما بين فخار، ما بين خزف، ما بين زجاج، ما بين مشكوكات، ما بين معادن، كل التحف التطبيقيه او النتاج التطبيقي او بنسميها احنا المنتجات التطبيقيه لاي حضاره من الحضارات مع المسبوكات بنسميها كلها لغه اثريه. هنروح لقطعه العمله اللي موجوده عندنا اعتقد في شريحه 35 او 34. ده دينار ضرب، خلينا نقول الاول ضرب المعشوق وبعدين هنكمل، عرض في احد المزادات سنه 2000، والان بتوصيف المزاد قرأ بس كلمه الايه كلمه امير المؤمنين في الاخر، وما قدرش يقرا الكتابات كامله لمكان الضرب، لان مكان الضرب على هذا الدينار هو 5 كلمات. لاول مره على المشكوكات الاسلاميه نجد ان مكان السك او دار السك تؤلف من 5 كلمات، في الغالب اقصى حاجه هما كلمتين، يعني دار الخلافه، مدينه المحمديه، يعني كلمتين وبس، زي فؤاد المهندس عندنا في مصر جدا ما بيقول هما كلمتين وبس، لان الهامش وقطر العمله بيبقى في الغالب يتراوح ما بين 18 ل 22 او 23 واقصى حاجه ممكن 25 ملم، يعني 2 سم ونص. فهو محدد النقاش باطار ومساحه معينه بيكتب فيها، فبالتالي مدينه الضرب يا اما كلمه او كلمتان، لكن على هذا الدينار كانت 5 كلمات. اشترى الدينار صديقنا العزيز الاستاذ يحيى جعفر، وهو مشرفنا بوجود في هذه المحاضره، وكان فيه الدكتور محمد الجزر تناقشوا مع بعض في خلال سنه 2006 2007 ويقدروا يقولوا كلمة المعشوق. وأخونا العزيز الدكتور نهى الدفتر من العراق أيضا صديقنا العزيز نشر في حوالي صفحة في المعشوق ولم دراسة باللغة الإنجليزية القصر. لما شفت دراسه الصديق العزيز الاستاذ يحيى طلبت منه صوره الدينار، اصلي الصوره 9 من 2000 في 5 كلمات، وحطيته على التليفون المحمول معايا، وكنت بدرس
لكن كل القراءات بيبقى لها اصولها وليها القواعد بتاعتها لما باجي اقرا ايه. اولا المعشوق لو جبنا سوره التفريق عشان تكون واضحه للناس زميلتي العزيزه اللي بعد سوره ابن نار في تفريق تمام. حرف القاف في المعشوق هو حرف منتهي لا يلحق به اي شيء، مش ملحق به اي شيء هنا خالص، فما ينفعش يبقى المعشوق تاني خالص. بغض النظر ان الكلمه بتديني معنى ولا بتديش معنى، لسه مش هناقش المعنى دلوقتي، لكن هناقش بس قرايه القول. حرف القاف عندي في المعشوق هو حرف منتهي، حتى وان التصق لضيق المساحه بحرف اخر فليس له صله به. يعني لو حتى عشان ضيق المساحه نقاش لصق لي حرف في نهايه حرف القاف فمعنى كده مش القاف متصله، لا هي القاف منفصله ولكن اتصل بها حرف لضيق المساحه. يبقى بالتالي موجود عندي هنا حرف القاف منفصل، يبقى المعشوق كلمه منفصله لا يمكن ان انا اجمعها او اسميها وهو معشوقتين او معشوقات او كذا او كذا او كذا خلاص. ثاني حاجه القراءه نفسها غير مستصابه وليس لها اي سند لا من العلم ولا من التاريخ ولا من الاثار، مفيش حاجه اسمها معشوقتين ولا مسمى بهذا الاسم ولا المورجين قالوا لي الكلام ولا عندي قصر بهذا المسمى. انا بالنسبه لي كده بخترع حاجه خالص ما هيش موجوده، انا بعمل وهم وبوصل بحاول اودي الباحثين لهذا الوهم التاريخي اللي انا بشتغل. اجي اشوف كلمه بدوحه هو حاول يقرا كلمه الحرف القاف واو. طيب حرف القاف ليه اصول وحرف الواو ليه اصول، حرف الواو عندي الصداره من فوق ممكن تكون ممكن تكون القاف والواو شبه بعض ما فيش مشكله، لكن الواو لابد ان يكون نازل عندي على الايه؟ سطر، ما يبقاش منتهي عند السطر زي حرف القاف، وبرضه ما اقدرش اتوهم ان القصه دي كلها بهذا الشكل وراها بدوحه. فالقراءه بحالها بعيده تماما عن الحقيقه. طيب يعني حد يقول يعني انت بس انت كده معتز بالقراءه بتاعتك بتقول بس، لا مش اعتزاز بالقراءه، لكن القراءه بتاعتي لما قراتها بهذا هذه القراءه كانت مبنيه على اصول تاريخيه موجوده. طيب دينار قصر معشوق اللي موجود قدامنا هو طبعا هو دينار بيتبع الطراز العباسي المعتاد في فتره الخليفه المعتمد على الله. وهو الطراز ده كان بدا ضربه في فتره الخليفه المتوكل ان هو طراز العريض ده شويه يكون عندي هامش من الكتابه فارغ من الخارج خالص، ده بيبقى هامش شكله من الكتابه الهامش الصفوفي بدا وضعه من فتره الخليفه المتوكل على الله الايه العباس. عندي في الوضع لا اله الا الله وحده لا شريك له، ومن بعدين السطر الاخير المفوض الى الله، وده كان ولي عهد الخليفه المعتمد على الله، كان الاول اسمه جعفر وسجل على النقود من سنه 256 لحد 262 باسم جعفر. ثم في كتاب ولايه العهد العام للخليفه المعتمد على الله في شهر شوال سنه 261 ما بين الموفق طلحه اخوه اللي جعل له الولايات الغربيه والمفوض جعفر الولايات الشرقيه، فلقب بالمفوض الى الله ولقب احمد طلحه بالموفق بالله، وكل من الاسمين ظهروا على الايه؟ على المسلوكات المجوزيه الكتاب. عندي مركز ظهري لله محمد رسول الله المعتمد على الله الخليفه العباسي طبعا، ومن بعدين ذو الوزارتين وده لقب الوزير صعد بن مخلد وكان احد الوزراء الشهيرين اللي تولى الوزاره للخليفه المعتمد الاخوه الموفق طلع، عشان كده لقب ذو الوزارتين بدا من 266 لحد 275 ووفاته 276. الهامش بتاع الوجه الداخلي بسم الله ضرب هذا دينار بالمعشوق ضروبة حمى امير المؤمنين سنه 71 و200. والهامش الخارجي لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، وده الهامش المضيف لزعاده الخليفه المؤمن سنه 199 هجريه. وعندي الهامش الخارجي لمركز الظهر الهامش المقول محمد رسول الله ارسله بالهدى ودين الحق لزرع على الدين كله ولو كره المشركون. طيب قرينا مدينه الضرب تمام. التاريخ بقى سنه 71 و200، هذا التاريخ يؤكد ان اكتمال البناء في قصر المعشوق كان في سنه 271 هجريه وليس قبل ذلك التاريخ، لان المفترض ان دور الضربه التي كانت تلحق بالقصور، كان في بعض القصور في العصر الاسلامي يلحق بها دور لدور الضرب. واقدم مثال موجود عندنا
قصر الخليفة عبد الملك بن مروان اللي في أرض الجبال في دمشق اللي بيسموها أرض عاتكة، ودي هنتكلم عليها في المحاضرة بتاعت يوم الخميس إن شاء الله، مش عايزين نحرقها، لكن هو ده أقدم قصر عندنا. ثم بعد ذلك قصر ابن هبيرة اللي موجود عندنا ليه فلوس من سنة 132 هجرية، واللي هو قصر عمر ابن هبيرة بالقرب من الكوفة، واللي اتخذ أول الخلفاء العباسيين سكن ليه اللي هو الخليفة أبو العباس السابق. ثم استمر بعد ذلك عندنا في قصر الخليفة قصر سلامة الأشياء الخليفة المهدي سنة 166، وبنى بها دارا لسك الدمير والدراهم المعروفة بقصر السلام. فكان ينشأ القصر ثم يبنى ويلحق به دار للدار. فأصبح عند تاريخ 271 هو الفيصل ما بين الجد والهزلي كما يقول الشاعر، ما بين كلام المؤرخين هو 269 ولا 267 ولا 268 ولا 275، أصبحت القطع الأثرية الدينار الموجود قدامنا يقول إن القصر تم بناؤه وانتقل إليه الخليفة في سنة 271 هجري. تاريخ البناء وارد ان يكون بدأ قبله سبع سنين بخمس سنين ست سنين، ما عندناش إشكالية، لكن عندي تاريخ جازم لنهاية الإيه؟ البناء في القصر. من فترة بسيطة ممكن عندنا تفريغ لدار الضرب لوحدها لو زميلتي العزيزة هتجيبها. وبعد كده هنجيب صورة الدرهم بعد كده بشريحتين. ده درهم عثر عليه في العراق، عثر عليه أحد الفلاحين في العراق. وكان أرسل صورته ليا صديقي العزيز الأستاذ يحيى جعفر أيضاً من فترة للتأكد من أصالة هذا الدرهم، والحمد لله أكدنا أصالة هذا الدرهم، وتقريباً حد الشغف في الفترة المؤخرة، لكن إحنا استفدنا من هنا من الصورة عشان نؤكد أن هذه الدارة التي أنشئت في قصر المعشوق لسكن الوقود أصدرت الدنانير وأصدرت الإيه؟ الدراهم. لكن الدرهم عندنا هنا مختلف في الطراز بتاعه عن الدينار، بحيث أنه خلى من لقب ذو الوزارتين لو صعد بن مخلد، لكن هو في نفس التاريخ سنه 271 هجريه، وده بيؤكد ان اكتمال القصر وبناؤه كان سنه 271 هجريه، وموجوده دار الضرب بالظبط كما جاءت على الدينار بالمعشوق بروبزه حمى امير المؤمنين، احق امير المؤمنين مفصل الكلمتين دلوقتي. والدار الضرب على الدرهم اكثر وضوحا مما هي على الدينار كمان، وده اللي خلانا اكد القرايه اللي احنا قريناها قبل كده في سنة 212 لما كنت في السبورة وألقيت محاضرة عن السورة المنرأة، وطرحت هذه القراءة هناك على الباحثين أساتذة الدراسات العليا هناك والباحثين في الضرب والدراسات العليا في السبورة. وفي مؤتمر سيمون السمعاني في 2014 في إيطاليا عملت ورقة مختصرة باللغة الإنجليزية هناك، وكان كل أساتذة وعلماء الباحثين في مجال المشكوكات موجودين، وطرحت الطرح ده عشان يكون هناك مزيد من النقاش حوالين هذه القراءة وهذه الرؤية الجديدة لقصر المعشوق في السورة المنرأة. دايما النقاش العلمي دايما يضيف للبحث ويثقله، واستيعابنا لاراء بعض، ما حدش عنده العلم اللدني، ما حدش فينا يعني فوق الخطا، كلنا بنخطئ. فلما يبقى في مجموعه باحثين وكوكبه متميزه موجودين زي حضراتكم كده في القاعه، ولما يكون البحث يطرح لنشر العلم هو منشور من 2014 المختصر باللغه الانجليزيه، ده بيدي فسحه للحوار العلمي والنقاش العلمي. فعندنا دلوقتي الدينار وعندنا الدرهم. طيب نرجع للمصادر التراثيه. عندنا روايه محي الدين بن عربي. محي الدين بن عربي توفي سنه 600 تقريبا 32 هجريه، وهو يعني احد الادباء الاندلسيين. ليه كتاب اسمه حسن المحاضره، هو محاضره الابرار ومسامره الاخيار. بيتكلم فيه، بس انا عايز اوضح نقطه مهمه قوي. احنا دايما الباحثين برضه بتوع الاثار لما يجي الشعر على الاثار يهتم فقط بالمصادر التاريخيه، وده خطا يعني معلش يبين لابد ان احنا نبتعد عنه. زي ما قلت في البدايه ان دراسه ثقافه العصر، ثقافه العصر زي ما احنا قلنا الثقافه بتتكلم عن الدين، هي مجموعه يعني الدين والاخلاق والعادات والتقاليد والفنون والاداب والمذاهب والفقه والزخارف، كل دي هي اللي بتكون الثقافه بتاع الشعب والشعوب. وطبيعي لما اجي اتكلم عن اثر من دوله معينه مش بقرا ثلاثه بس، لازم اقرا الادب بتاعها، الفنون بتاعتهم، المذاهب بتاعتهم. احنا عندنا في تنوع في المذاهب الاسلاميه الموجوده، ما بين مذاهب سنه ومذاهب الشيعه ومذاهب الخوارج والعديد من المذاهب الموجوده، لكل منها له ثقافته وله ادواته الموجوده. الاشعار الموجوده، الشعراء
الشعارات دول صوره جزء بتعبر عن حياه المجتمع اللي هو فيه وعن حياه البلاط وعن حياه السلاطين وعن حياه الشعب. فدي صوره بالنسبه لي موجوده. التصوير نفسه المصورين اللي رسموه لي في كتب التصوير ده جزء مهم جدا لازم ارجع له. كل الحاجات دي لازم تكون في ذهني لما باجي اقرا التصوير اصلا من البصاره مش المصادر التاريخيه بس. هذا مصدر ادبي بتاع النهارده. بيتكلم فيه عن الروايه لما حد يجي يقراها يقول لك يمد بالبصاره. خالص. لكن لو احنا غيرنا الروايه بتاعت ابن عربي بيتكلم عن حب الوطن. حب الوطن يمكن احنا بنتكلم ونحن في هذه الايام في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثل اعلى في كيفيه حب الوطن حينما اخرجه قومه من مكه المكرمه فوقف بخارجها ونظر اليها وقال انك احب بلاد الله الى الله واحب بلاد الله الي ولولا ان قومك اخرجوني منك ما خرجت. دائما بنتمثل هذا الحديث لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حب الاوطان. وهناك مقوله اخرى لسيدنا عمر بن الخطاب ذكر الكلام ده ابن عربي في المواطنه وحب الوطن. فجاب روايه طريفه قال روتني بعض بنات الاعراب. الروايه اللي بينقلها ابن عربي. ضرب لنا المثل بالشخصيات العظيمه في حب الوطن وليس هناك اعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ضرب امثله بسيدنا عمر بن الخطاب وبعض صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اتى الى اعرابيه بسيطه من الباديه من باديه نجد بيدللنا كيف ان هذه الاعرابيه هذه الاعرابيه البسيطه كيف تعطينا درسا في حب الوطن. كثير جدا لما اقرا الروايه ديت ما وقفش عند ما يقصده ابن عربي وما وقفش عند الابيات من الشعر الجميله اللي رواها على لسان هذه الاعرابيه. الاعرابيه دي الفت. فقال ان الاعرابيه دي تزوجها عشيقها احد الخلفاء وتزوجها. نخلي بالنا من اللفظ حتى اللي استخدمه عشيقها بعض الخلفاء وتزوجها. ويقصد طبعا الخليفه المعتمد على الله تعالى وما ذكرش اسمه صراحه. وبنى لها قصرا يقال له العاشق او المعشوق. تمام؟ وقال ان هو تزوجها ومكث بها في سامراء في المدينه في القصر الجوسق او قصور الخلافه في سرمنراء فاستوحشت يعني لم تأنس بحياه سرمنراء. طبعا واحده جايه من باديه نجد تتنقل لسرمنراء يعني جت من عندنا من المنوفيه كده من عندنا من الفلاحين مباشره كده راح تروح على نيويورك مثلا. فالواحد كده يعني خلاص يعني راجل فلاح عايش في الريف يعني فمش قادر ينسجم مع المدنيه الرهيبه اللي هي موجوده فيها في نيويورك ديت او في سرمنراء. سرمنراء بالفعل يعني انا لما بضرب المثل فعلا انا قاصد ان هذا المثل. سرمنراء في القرن الثالث الهجري عاصمه الخلافه العباسيه كانت ازهى مدينه من المدن الاسلاميه وكانت عاصمه العالم الاسلامي وعاصمه الخلافه الاسلاميه. لكن هذه السيده البدويه دي المراه البدويه لما تزوجت الخليفه المعتمد ولما عاشت في سمراء استوحشت وحزنت من وجودها في سمراء في سرمنراء. فالخليفه المعتمد على الله رغب وطبعا يعني كلمة عاشقة بيدل على مدى ورع الخليفة العباسي المعتمد على الله ايه ديها لدرجة ان المؤرخ استخدم لفظ عاشقة مش أحبة في فرق ما بين الحب والعشق الاثنين يعني. فكان استخدام اللفظ دليل على تعلق الخليفة العباسي بهذه البلد. فقال بقى فبنى لها قصرا. أوضح لي السبب اللي خلى الخليفة بنى القصر. احنا ما حدش عندنا من المورخين نهائي قال هو الخليفه المعتمد بنى القصر هنا ليه؟ الكل قال ان بنى قصر سماه ايه؟ المعشوق، ما حدش قال لنا هو بناه ليه؟ خالص. يبقى الروايه بتاعت ابن عربي اول حاجه احنا خدنا اللغه الاثريه قالت لي على التاريخ بتاع الايه؟ بتاع الفراغ من القصر. وقالت لي اسم المنطقه والقصر كاملا. كويس. الروايه بتاعت ابن عربي عملت لي حاجتين في قالت ليه الخليفه بنى القصر؟ انه بناه للجاريه بتاعته اللي هي من جاريه نجد. لانه عشقها فبنى لها قصرا سماه الايه؟ المعشوق نسبه لعشقه لهذه الايه؟ الجاريه. طيب بناه ليه بقى؟
بناء الجري. ليه بناء الجري؟ لما كان ممكن يبنيها خاصه باستمرار ويحل الاشكاليه يعني، لكنه تخير الباديه، دي منطقه الباديه في سمنرا في وسط الصحراء، في باديه في وسط الصحراء، دي اللي تعجب منها ياقوت الحمر لما قال وزرنا قصرا وسنون معشوق في وسط البريه في سمنرا ليس حوله شيء من العمران. يبقى التعجب بتاع ياقوت الحمر ان هذا القصر مبني في وسط البريه في سمنرا، حتى ياقوت الحمر نفسه ما قدرش يعني ما قدرش يفهم السبب، ايه اللي خلى الخليفه المعتمد يسيب سمراء ويروح بدل ما يبني ضمن سلسله قصور الخرافه الخلافه بتاعت جيجاوس القرقاني وبعدين الجعفري وبعدين المدينه المتوكليه، ايه اللي يسيب كل ده ويطلع يبني؟ فقال ابن عربي ان لها بنى لها قصرا في وسط الايه؟ باديه سمراء في وسط البلد. ليه بقى؟ قال احنا عندنا الشريحه دي قدامنا ان هو حب يعمل لها منظر مماثل تماما للبيئه اللي هي عايشه فيها فين؟ في بديه نبي. وجعل برضه اي ابن عربي الكلام ده، جعل الابل والغنم على بيبان القصر زي الباديه تحلب بكره وايه؟ وعشيه. ده نص ابن عربي. تحلب بكره وايه؟ وعشيه. يبقى عمل لها سيموليشن كده، عمل لها فيلم زي ما احنا بنيجي نعمل ديكور في وسط الصحراء كده عشان نعمل الايه الاخراج بتاعنا ونجيب كل الادوات بتاعتنا عشان تناسب الايه القعده بتاعتنا في وسط الصحراء. فروح عامل لها خد بنى القصر في وسط البريه زيها زي المكان اللي هي عايشه فيه، وجاب لها الغنم والبعير وكل حاجه دي الحاجة عشان تحلب برضه نفس الحكايه زي ما موجود في الباديه اللي كانت عايشه فيه. لكن رغم كل ده، رغم كل اللي عمله الخليفه ده، لم يلبي رغبه الجري. نخلي بالنا نرجع لكلام اللي انا قلته في الاول خالص في الاثار اللي احنا بندرس الاثار، انا بدرس المبنى كوظيفه ورغبه المنشئ، هو بنى القصر ده ليه؟ او بنى المبنى ده ليه؟ فرغبه المنشئ هي رغبه الجري ان تعيش في الباديه تلك العيشه التي عاشها في نفس المناخ، فاختار الباديه، اختار البريه، جعل الأغنام والبقر ولا ما اعرفش وكذا تحت بكره وعشيه عشان يمثل. ورغم كده ما عجبهاش الحال برضه، قال ابن عربي فأنست بعض أنس. ده نص ابن عربي. يعني هي ايه؟ يعني هي انبسطت شويه صغيرين. أنست بعض ايه؟ أنس. وقالت لنا أبيات الشعر الموجودة قدامنا دي. ما ذنب عربية، ما ذنب عربية حد يقرا يا جماعه؟ كذبت بها صروف النوى من حيث لم تكن ايه؟ ظنا. انا ذنبي ايه؟ انا كنت في بلدنا عايشه ومتهنيه وزي الفل، ذنبي ايه اللي جبني في الايه؟ في وسط الدنيا اللي موجوده هنا دي. تمنى حليب ابو عاد. ايوه ابو خالد حبيبي صوتك الجميل. وخيمه بنجد فلم يبقى لها ما تمنى. كل امانه في الدنيا خيمه فين؟ سايبه سمراء والقصور بتاع سمراء وسايبه قصر المعشوق وسايبه كل ده ونفسها خيمه فين؟ في بيت نبي، فلم يقضى لها الا ايه؟ ما تمنى. اذا ذكرت ماء العديد وطيبه وبرد حصاه اخر الليل ايه؟ حنة. القعده الحلوه بقى، الميه الجميله، شويه الميه الحلوين دول وشويه البرد اللي بيجوا في البر، عارفين قعده البر طبعا انتوا كلكم، احنا ما بنلاقيش بره في البر في مصر، مش للاسف بره عندنا. لها انه عند العشاء وانه سحيره فخر اسحاق ولولا انتاها لحنا. يعني هي على طول بتقن عند المغرب وفي وسط الليل الاوقات الجميله بتاعت الباديه، وطبعا لولا يعني ان هي بتتذكر هذه المنظر الجميل اللي كانت عايشه فيه، وهذا المنظر البديع هو اللي كان مصبرها على هذا الوجود. دي اخر حاجه ولا فاضل حاجه ثانيه؟ هذا اخر شيء. اخر شيء. ثم ثالث ميسون الكلابيه. كمان ثالث ميسون الكلابيه لما تزوجها معاويه. تمام. الله يحفظك ابو محمد، ذكرتنا بهذا الامر الجميل صحيح. ف دخل عليها الخليفة المعتمد على الله وهي تنشد هذه الايه؟ الابيات. فطبعا ادرك ان هي مش مبسوطه ومش سعيده بوجودها في هذا المكان، ف
فخيرها ان هي تلحق بأهلها، فطبعا اضطرت ان هي تسيب برضو كل ده وترجع لخيمة النيل في بادية نجد، اللي هي كانت بتقول ان هي تمنت خيمة في نجد ولم يقضى لها ايه، فتمنت واعطاها طبعا الاموال وكذا وكذا عشان تلحق. هذه ابيات الشعر الجميلة، وهذا هذه رواية رواية ابن عربي هي اللي فصلت لنا وساعدتنا ازاي نقرا بالربزة حمى او حق. حمى لو احنا هنعتبر ان الالف الاخيره في حمى الف مال مش مقصود، ولو هنعتبر ان النقاش لضيق المساحه جعل الالف تقرا مرتين في كلمه حمى وفي لفظ ايه؟ امير. ودي عندنا موجوده في العملات الاسلاميه كتير، ان عند الحرف احيانا ممكن يقرا مع الكلمه السابقه ويقرا مع الكلمه الايه؟ اللاحقه. يبقى القرايه عندنا هنا مبنيه على اصول، يعني لما اقول حمى يبقى انا بني على اصول عندي، الافتراضات عندي مبنيه على اصول، مش برضه حاجه يعني عفويه او ان انا بالفها، لا. عندي على العملات الاسلاميه قد يستخدم الحرف مرتين في نهايه كلمه وبدايه كلمه اخرى. يعني من قبيل تمكن النقاش او من قبيل ضيق المساحه. دي حاجتين. طيب لو انا اعتبرت امير كامله هعتبر ان كلمه حق ان الحرف الاخير هو حرف الايه؟ القاف. لو رجعنا يعني اختي العزيزه للتفريغ مره ثانيه في شريحه اظن 36 ممكن نرجع هنشوف رسم الايه؟ الحروف. يبقى العربيه دي كانت عايشه في منطقه الربزه. ولما جابها الخليفه وتزوجها وبنى هذا القصر سمى هذه المنطقه منطقه الربزه. وليه الربزه حمى؟ او حق؟ وليه جاب الابنان دي تحلل حواليها كده وسابها مطلوقه؟ الربزه في المملكه العربيه السعوديه او في السعوديه هي كانت منطقه حمى ابل الصدقه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عفوا في عهد سيدنا عمر ابو بكر الصديق وعهد سيدنا عمر بن الخطاب. دي كانت منطقه حمى ابل الصدقه. تترك ابل الصدقه في هذا المكان ترعى ولا يمسها احد بايه؟ بسوء. الخليفه عمل منطقه حمى حوالين القصر ده للاجنان والابقار والبعير تحلو بكره وعشيه ولا احد يستطيع ان يمسها ايه؟ بسوء. لتمثل هذا المناخ الجيد لهذا القصر حتى يحقق للعربيه بتاعته الامل بتاعها او ما تمنى. يبقى عندي هنا لولا روايه ابن عربي ما كنت استطيع ابدا أن أفسر تلك القراءة الموجودة على قطعة النجوم. ولولا رواية ابن عربي ما كنت أستطع أن أفسر لماذا بني قصر المعشوق. حضراتكم في البداية لما عرضت الخريطة لم يتبادر لذهننا أبدا هذه القصة أو هذه الرواية. كلنا كنا نتعجب لماذا بني قصر المعشوق زي قطعة متعجب في هذه المنطقة. لكن المصادر التراثية اللي احنا بنتكلم عنها مش التاريخية بس، زي ما انا ذكرت في البدايه مش الجغرافيا بس، ما انا عندي ابن مسكويه ده تاريخ وابن الجوزي ده تاريخ، لكن عندي الجغرافيا، عندي ياقوت، عندي ياقوت وعندي اليعقوبي وعندي كتب الشعر بتاع البكتوري وعندي كتب الرحاله بتاعت ابن جبير وابن بطوط، يعني كذا تنوع من المصادر الايه؟ التراثيه. لكن عندي المصادر الادبيه او الاشعار او الشعر نفسه كمان ليه دور مهم جدا معايا في دراسه اي اثر من الاثار. يمكن وانا بعمل كتاب المهدي والمهدويه على الوجود الاسلاميه دراسه لفكره المهدي المنتظر على واثاره على الاسلوبات، اتيت بكتاب الاغاني لابن فرج الاصفهاني، هو طبع دور الشعب اللي عندي اللي هي 33 مجلد، وده من ورا الاثر اخ ابو خالد اللي احنا كنا بنتكلم عليه الصبح، وتصفحت كل ما كتب من الاشعار في كل فتره من الفترات التاريخيه اللي انا بدرسها، طلعت بكنوز من الاشعار التي تساعد في فكره دراسه في فكرتي انا في دراسه هذه القضيه. في دراسه المسكوكات لدينا اشعار لاول عتاهيه اكثر من رائعه عن العملات وعن العملات الجديده والضرب الجديد وما كانت تنفيذ السيده زبيده في بدايه كل عام الضرب الجديد. اذا كتب الشعر والادب هي مصدر تراثي هام لابد ان يلتفت اليها، مش الباحثين في الاثار بس، لكن ايضا المؤرخين ايضا لابد ان يلتفتوا. ان كثير جدا من المؤرخين لما بقرا كتاباتهم، المؤرخين المحدثين طبعا، وناس المؤرخين القدماء، لما باجي ادرس مؤلفاتهم في كتاب عن التاريخ الدول اجدهم يعتمدوا فقط على كتب المصادر التاريخيه ولا يعتمدوا على المصادر الادبيه. هذا
متن للحقائق. دراسة تاريخ وآثار أي دولة لابد أن يدرس في الإطار الثقافي للدولة التي أنشأت هذا الأثر، أو أدرس تاريخها لابد أن أدرس الإطار الثقافي لهذه الدولة. فلولا رواية ابن عربي ما كنت أستطع أن أفسر الموقع والبيئة التي بني فيها قصر معشوق، ولولا رواية ابن عربي ما كنت أستطع أن أعرف السبب الذي جعل الخليفة المعتمد يبني قصر معشوق في هذا المكان، ولم أكن أعلم من الشخصية التي بني لها قصر معشوق، ولم أكن أعلم لماذا سمي قصر المعشوق بالمعشوق. لأن السيد عباس فاضل وبعض الباحثين المحدثين قال أنه سمي بالمعشوق لحسنه وجمال البناء. طبعا يعني مع احترامي لهذا الرأي لكنه بعيد، المعشوق لا يدل على الحسن ولا يدل على الجمال، المعشوق يدل على العشق، ده اشتقاق من كلمة ايه؟ عشقة. انما لو الحسن القصر المحسن، القصر الجميل البديع، وعندنا في حاجات موجودة بسبب القصور البديعة. فلولا رواية ابن عربي ما كنت استطع ان اعلم ايضا لماذا سمي قصر المعشوق قصر المعشوق. ولولا الدنانير والدراهم التي حملت مكان سكاه قصر المعشوق ما كنت استطع ان اؤكد انه المعشوق وليس العاشق. وما كنت استطع ان انا اعرف بقيه المكان المنطقه اللي اطلق عليها خليفة المعتمد على الله هذا المسمى. ولم اكن لنعلم أن تاريخ الانتهاء من بناء القصر كان سنة 271 هجرية، ولم نكن لنؤكد أن بناء هذا القصر كان في عهد خليفة المعتمد على الله وفي عهد وزيره ذو الوزارتين سعد بن مخلد. كل هذه المعلومات استقيناها من المصادر التراثية ومن اللغة الأثرية، وصفت كل هذا وكل هذه الأمور مع العمارة، مع عمران القصر وبنائه، عمران القصر والقصر نفسه والمنطقة المحيطة به. ولم نكن لنفسر كيف بني القصر بهذه الأسوار الحصينة والأبراج الدفاعية الموجودة به، لأنه مكان بني في وسط الإيه؟ البرية أو البرية. فلابد أن يؤمن تأمينا جيدا لا سيسكنه الخليفة وحرين الخليفة. طيب لما أؤمن هذا القصر عشان أتتبع كمان دور اللغة الأثرية. وقال لنا ابن مسكوي إن المتوفى في سنة 421 إن معز الدولة في سنة 350 تم نقض بناء القصر وأخذت منه بعض، يبقى معنى كده إن القصر خرب وتم خلعه ببال، خلعوا منه حاجات ودوها القصر معز. عندنا بعد كده الرحالة قال لك إن يسكنه قوم من الفلاحين. تخيل بعد ما كان القصر للخليفة العباسي تحول إلى يسكنه الإيه؟ وبعدين لما جه ابن بطوطه قال لك نزلنا بمكان له يقال له قصر المعشوق، يعني حتى كان يعني كان مكان كده بيأجروه، فابن بطوطه هو معدي عشان بصفه راجل رحاله نزل فيه بيت فيه ليله. عُصب فيه في سنه 86 على كنز من العملات الذهبيه البديعه. اخرها مؤرخ بسنه 600 اعتقد 54 هجريه، اخر دينار فيها مؤرخ وكلها دنانير عباسيه اقدمها من عصر الخليفه العباسي الناصر لدين الله اولها، واخرها الخليفه المستعصم اللي هو حكم وكان في حكم سنه 650 اخر الخلفاء العباسيين اللي قتل على يد هناك في 656 1258 اخر قطعه عمله 654 اللي بيدل هذا الكنز ان القصر ظل عامرا حتى ولو بالفلاحين وتم الاكتناس فيه وفقا لاخر قطعه من عمله في سنه 654 هجري. هذه النقطة الأثرية كمان أرخت لي إن استمرار استخدام هذا الأصل حتى منتصف القرن السابع الهجري تمام. فالنقطة الأثرية والمصادر التراثية والأدبية ودراسة الفقه والمذاهب وكتب التاريخ وكتب الأدب والفلسفة وكل هذه الأمور هي جزء أصيل من دراسة الآثار. لا يمكن أن يدرس أثر من الآثار الذي هو نتاج حضارة ونتاج بشر ونتاج دولة وأسرة معينة بدون الرجوع لكل هذه المصادر. ويعني انا اشكر حضراتكم على تشريفكم ايانا في هذه المحاضره سواء بالحضور، وبشكر كل الساده المشاركين معنا عبر منصه زوم، وبافسح المجال اكثر للمناقشه لان اعتقد ان هناك اراء كثيره جدليه قد تنقل لي من اصدقائي المهتمين بمجال العملات الاسلاميه. واكرر شكري لهيئه الشريف للاثار على هذه الدعوه الكريمه للمشاركة في احتفالات دولة الإمارات العربية الشقيقة بمرور 50 عام على تأسيسها
هذا المؤتمر الكريم الكبير الذي يعني تعيش الإمارات في هذه الأوقات اللي يكسبه. والشكر الجزيل لصاحب السمو حاتم الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسم على رعايته لكل الباحثين في مجال الآثار والحضارة الإسلامية. شكر موصول لمعالي بسعادة الأستاذ الدكتور صباح بن عبود القاسم رئيس الهيئة الموقر وأخي المفضل والمحترم خالد الأستاذ عيسى يوسف المحترم وكل الأصدقاء الفضلاء اللي يعني شرفونا بحضور هذه القاعة وكل السادة الفضلاء اللي شاركونا بالحضور من خلال منصة زوم الإلكترونية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في البداية يعني قبل لا ناخذ الأسئلة الموجودة على زوم ومحمد عنده سؤال. يعني بسم الله الرحمن الرحيم باقي في البدء أشكر هيئة الشارقة ومثلة في رئيسها ومدير الأهتاب بخالد والشكر موصول لكل العاملين في هذا القطاع الجميل كيف لا ونحن في إمارة الثقافة وإمارة التراث وإمارة التاريخ شارقة الأز طبعا والشكر موصول لجاري الكريم الذي له أفضال كبيرة علي وعلى كثير من المهتمين في هذا المجال. ما شاء الله يعني أتحبنا الدكتور بمعلومات كنا نفتقر إليها وما ذكره حول الخلافات على ما يرد مأثورات أو كتاب في النقود حقيقة هي فعلا مثار جدل للكثير. ممكن يذكر الدكتور هنا تكلمت عن ما ورد على درهم للمعتصم في بداية توليه الخلافة أو بعد سنتين من توليه الخلافة وذكر رحمة الله عليه الأستاذ سمير شمة على أن ورد عبارة المامون خليفة الله طبعا هو ذكر على الدرهم المعتصم بالله خليفة المامون. الخلاف ليس في العبارة ولكن في التاريخ. لو كانت هذه العبارة وردت على الدرهم الذي سكن لنا في 218 لوفاة المأمون وتولي المعتصم لا كان الأمر هائل لنا الخليفة يعلن أنه هو الخليفة الشرعي أو هو الخليفة الجديد. ولكن ترد هذه العبارة في 220 يجب الواحد أن يحط علامة استفهام ما السبب ويقول ها وعلى سمير شمر أن العبارة وردت أن الدلالة على أن بشر بن عبدوي لم يعترف بخلافة المعتصم صحيح. لكن بشر بن عبدوي يؤكد خلافة المعتصم من خلال كتابة عبارة المعتصم بالله أمير المؤمن خليفة. إذن هذه القطعة كما ذكر الدكتور الصغير لا يعني لا يزيد قطعها عن 22-23 مليمتر عرفتنا بتاريخ قد لا يعني لو كتب في مجلدات لما وسعت المجلد. هذا جانب. الجانب الثاني أيضا ما تفضل بدكتورنا الكريم والعزيز عن أن العملات ما أو الآثار ما هي إلا وثائق حقيقية شاهدة على حضارة الأمم والشعوب. مثلا هناك فلس أو فلس ضرب في طبرستان سنة 201 من أعلم باسم الشخص الذي أمر بسك الفلس هو نفسه أو من كتب من المورد. المورد على الفلس بسم الله مما أمر به الأمير الله
عبد الله بن عبد الله بن خردود ابن خردود لما رجعت المراجع وجدت انها خرداد به لكن هو اعلم باسم اذا العمله هي اللي صح نعم صح هل الاسم صحيح صحيح هذا ما اردت يعني اقوله ومنكم العله الله يحفظك شكرا نرد او قول ولا مجاوب دكتور عشان ان شاء الله ان شاء الله والاسئله يعني اسئله الاخوان معانا على زوم وايضا كلمات الشكر هي يعني تنساب لك دكتور من الكثير من الحضور يعني عدد الحضور اللي موجودين معانا اعتقد وصلوا الى 90 او 92 شخص يعني موجودين فلو جاوب دكتور الله يحفظك وانا طبعا محمد شخصية نعتبره من مصدر العلماء معنا محمد قارئ وجيد وباحث متميز في مجال العلوم هي وثيقة بالفعل ولولا أن تم تصحيح الاسم من المأمول إلى المعتصم لكنا ضللنا في الإشكالية الكبيرة وإيه الإشكالية الكبيرة دائما؟ أن أنا لو قريت الوثيقة خطأ على طول كل النتائج التي تترتب على القراءة خطأ بدين النتائج خطأ بالتالي المرحوم سامي شمل يعمل تحليلات كثيرة جدا خاطئ يعني مش لمن عبدوي لم يعتنق بسلطان المعتصم وظهر المعتصم محتفظا بولائه للخليفة المأمول الذي تقوم في 218 لكن لما نصحح قراءة المعتصم بنقول لا ده مش لمن خلاص هو بقى تابع وبيعلن ولائه للمعتصم بلا من خلال تسجيل هذا اللقب الاسم أيضا زي ما قال أبو محمد الاسم اللي عندي بيشكل على المسكوت هو الاسم الحقيقي لصاحب لهذا الأمر إنما أحيانا المصدر التاريخ قد يحدث فيه تحريف يمكن عندنا فلس آدم ده بحبيب ابن بديل النحشاني المؤرخين قالوا ذكروه أنه حبيب ابن يزيد النحشاني لكن لما وصلتنا الفلوس بتاعته في آخر العصر اللي موجودة أنا حبيب ابن بديل وليس يزيد النحشاني يبقى بصحح للأسماء هذه الوثائق لابد من الاستفادة منها احنا دايما بننصح المؤرخين إن لا تعتمد فقط على المصادر التاريخية مش عايز حد يزعل من المؤرخين المتابعين معنا لا تعتمد فقط على المصادر التاريخية المصادر التاريخية ممكن بيحصل فيها نسخ وتحريف في فترات لاحقه لكن اعتمد على الوثيقه الحكوميه اللي في ايديك اللي هي قطعه العمله او اي اصل من الاصل قطعه العمله نادرا ما تزيف او ما يغير الاسماء الموجوده عليها فانا متفق تماما مع تعليق ابويا العزيز محمد دكتور هناك في سؤال انا مر عليه نرجع له يذكر او الاخت حنين سمرين تذكر او تسال اذا وجد أحد ما قطعة أثرية وكانت تدل على وجود شعب أو حضارة وهذه الحضارة مرفوضة من قبل سكان المنطقة الحاليين كيف يمكن أن نتعرف على عمر هذه القطع وعلى دلالاتها وأيضا هل هناك فحوصات تتم على هذه القطع؟ طبعا عندنا اتجاهين للبحث العلمي هم موجودين الاتجاه الأول الفحص الاثري بتاعنا كباحثين في الاثار البخاريه. صح. احنا لما بنلاقي قطعه موجوده يعني بندي لها تاريخ مبدئي من خلال يا اما اذا كان عليها زخارف اذا كان عليها اسماء لو ادتني اسماء او القاب او اسم حاكم خلاص بتريحني الدنيا بحالها. طيب لو ما فيش بنبدا نعرف الطراز بتاع الطراز الفني اللي موجود عليه. طيب لو ما فيش بنرجع للماده الخام اللي صنعت منه. طيب لو ما فيش ده كله بنحاول نرجع عن تاريخ لظهور هذا النوع من التحفه في المدار التاريخي بحاله. طيب لو فشلنا في كل اللي احنا بنشتغل احنا كعلماء اثار بنرجع بقى للشغل الكيميائي والفحوصات اللي هي بالاشعاعات المختلفه نحاول تحديد عمر الايه؟ التحفه المعينه، لكن تحليل عمر التحفه احيانا قد لا يكون دليلا على عمرها الحقيقي، لان قد كنا في مناقشه في الصباح مع اخي ابو خالد قد يكون تم اعاده التدوير ليها، يعني ايه اعاده التدوير؟ اعيد استخدامها بشكل جديد، فتصبح الماده كان من عمر اقدم من صناعة التحفة نفسها. يمكن احنا كنا بنتكلم احيانا على بعض قطع العمل المزيفة مثلا زي عندي دينار معدن الامير المؤمنين بالحجاز اللي هو 105 اللي النهارده ثمنه اخر ما زاد ب 4 مليون دولار. طيب انا عايز ازيف معدن الامير المؤمنين بحيث ان الدينار ده لو اتعرض على اي خبير كيميائي ويجي يكشف عليه يتضح ان المعدن اللي موجود ده معدن قديم مش جديد يعني انا اروح جايب دينار ثاني نفس السنه مش معدن امير المؤمنين سعره 300 400 دولار واعيد صهره
وقوم بضربه ضرب جديد خالص بمعنى امير المؤمنين في الحجاز. اجي اوديه المختبر عشان افحص عمر الذهب الموجود يطلع لي عمر طول 1000 سنه ولا 1200 سنه. يبقى بالنسبه لي كده ما عنديش، هو ده اللي بنسميه اعاده التدوير. ان الماده الخام بأعيد استخدامها لكن لا تدلني على انها على تاريخ انتاج التحفه نفسه. تاريخ انتاج التحفه نفسه شيء، والماده الخام اللي صنعت منها التحفه شيء ثاني. لابد ان يجتمع الاثنين، العلم بالاثار ثم الفحص الكيميائي. وخاصة العناصر الموجودة في المعدن لابد أن تكون يعني دي أضفال يكون مخالطة طبعا، لأن بعض العناصر في عادة التدوير بتفقد أو تضاف عناصر جديدة. يعني دي طبعا هو خالد إيده في المختبر وطبعا أعلم مني. الله يا دكتور لأن لي أيضا للأخت حنين، أنت دكتور أعتقد أنك جاوبت على السؤال كيف يتم التأكد من عمر الدينار والدرهم غير النقش الموجود عليه. يعني هي تقول من غير النقش هذا الموجود على الدرهم أو الدينار كيف يتم التأكد من عمر العملة؟ فهي يعني تستفيض في الكلام، تقول يمكن لنقاش أو شخص يستطيع صب السبائك بعمل قطع مشابهة. هذا وارد ولكن في القطع الاصليه انا اعتقد يعني لازم الخبره هو اللي يقدر يوضح ده. وده الفرق اللي بين ما بين تقدر تبين التزييف ازاي وما بين القطع الاصليه. لابد انك ترجع للخبير المتخصص في هذا الامر هو اللي بيكتشف بشكل سهل. في عندنا هناك دكتور كلمات الشكر، يعني كلها دكتور كلمات الشكر لك على هذه المحاضره القيمه.